الحقيقة هنا في ملعب الشهيد فيصل الحسيني في انقاذ المدرب البرتغالي. يبدأ هذا اللقاء في حراسة المرمى لؤي العمايرة، حاتم عقل، محمد منير، بشار بن ياسين، علاء مطالقة، في المنتصف باء عبد الرحمن، أنس بن ياسين، عامر ذيب ورائد النواطير، وفي الهجوم حدث ولا حرج محمود شلباية هداف الدوري الأردني الموسم الماضي ولؤي عمران. ينطلق الهجوم مرة أخرى، بداية سريعة للمنتخب الفلسطيني عن طريق القائد أحمد كشكش لاعب نادي الأمعري المعار من نادي هلال غزة. من السيد جواوجو هافيلاند رئيس الاتحاد البرازيلي سابقا ايضا. المحاولة تأتي مرة اخرى في اجواء حماسية هنا، ولكن تصل سهلة الى المدلل كما يحلو لعشاق هذا الحارس الكبير محمد شبير، حارس مرمى المنتخب الاولمبي السابق الذي اختاره الكابتن غسان بلعاوي لتمثيل المنتخب الاولمبي. محاولة من كشكش خطيرة والهدف الاول يضيع، الهدف الاول يضيع مشاهدينا الكرام. في كرة انطلقت من الجهة اليسرى وجوزيف سيب بلاتر ينظر بتمعن لهذا اللقاء، وإلى جنبه الدكتور سلام فياض رئيس الاتحاد أو رئيس الوزراء الفلسطيني. بطريقة فنية لاحظ الفرصة الماضية التي ضاعت من فهد العتال وأتت الأولى شهر أكتوبر انتصرنا فيها، فلينتصر المنتخب الفلسطيني في شهر أكتوبر. إذا كان وضع على الشاشة جمال أبو عابد أحد نجوم الكرة الأردنية وأحد نجوم نادي الفيصل الأردني. المحاولة مرة أخرى، محاولة ممتازة من لؤي عمران يلعبها باتجاه اللاعب محمود شلباية، محاولة تسديد ولكن تبعد من دفاع المنتخب الفلسطيني وبالتحديد من المدافع المتمكن محمد عبد الجواد. مرة أخرى خطيرة هنا ينطلق فيها كشكش والهدف الأول، والهدف الأول مشاهدينا الكرام، والهدف الأول في أول مباراة رسمية. هذه الكرة ولا بلاش، أحمد كشكش يسجل أول أهداف المنتخب الفلسطيني. كشكش يعلنها هنا في ملعب الشهيد فيصل الحسيني. سجل يا تاريخ واكتب يا قلم، هذا كشكش يسجل أول أهداف المنتخب الفلسطيني هنا في ملعب الشهيد فيصل الحسيني في افتتاحية ممتازة، في بادرة قوية يذكرون الجيل الماضي ببطولة دولة الألعاب العربية عام 99. إذا تقدم أول مشاهدينا الكرام. أحمد لاعب كبير وإمكانيات كبيرة، لاحظ قائد الفريق حينما يسجل أول أهداف لقاء للمنتخب الفلسطيني أكتوبر، ثم بعد ذلك أعير لنادي الإسماعيلي لعب لمدة موسم، بعد ذلك ذهب إلى نادي الوحدات. محاولة فهد عتال يحاول وبريس قوي ممتاز، اللاعب فهد عتال يحاول في الكرة فعلا استخلاص ممتاز من اللاعب علاء مطلقة، يحاول فيها اللاعب فهد عتال، مر من الأول اكتسب خطأ، حكم لقاء ماذا يحتسب؟ هو خطأ فعلا في مكان استراتيجي، في مكان استراتيجي ومكان مؤثر جدا على مسافة 21 ياردة أو 22 ياردة. أيمن الهندي ربما سيكون في تنفيذ الضربة الحرة المباشرة. اللاعب أيمن الهندي أحد المواهب القادمة بقوة جدا، بدأت مسيرته مع المنتخب الفلسطيني مع الكابتن غسان بلعاوي الذي له نظرة واسعة في اختيار اللاعبين. طبعا هو لاعب نادي غزة الرياضي وهو اللاعب الوحيد المتواجد من هذا النادي في هذه التشكيلة، ومتواجد حارس المرمى عاصم أبو عاصي المتواجد على دكة البدلاء، ومدرب حراس المرمى علي بدران يفضل محمد شبير للدخول اساسي في هذا اللقاء. اوه ممتاز، برافو من اللاعب ايمن الهندي، وضعها بشكل ممتاز، مايسترو الكره الفلسطينيه ضعها بشكل ممتاز في العارضه للحارس لؤي عمايره، لم يحرك ساكن في الكره الماضيه. كره قدم جميله يقدم المنتخب الفلسطيني على غير العاده، صدقوني مباراه كبيره، مباراه جميله، كسر مسافه التسلل، ممتاز الكره من معان عبيد، وفي الاخير تدخل ممتاز في الوقت 14 رائد النواطير يبحث عن زميل في هذه اللحظات، يلعبها مره اخرى الى اللاعب علاء مطالقه، لاعب كبير باتجاه المتقدم محمود شلبايا، وتغطيه وهنا سوء توقع مع لاعب عبد اللطيف البهداري والتدخل ممتاز، يصلح الخطا الماضي والى مبدا السلام الى ركنيه الى طبعا هذا الحارس من نادي اتحاد خان يونس احد اقوى الانديه الفلسطينيه ايضا. المحاوله كان ابعاد من محمد عبد الجواد، محاوله هنا خطيره ولكن كسمت تسقط في التسلل وسهله عند حارس المرمى محمد شبير، او المدلل يتدلل في الكره الماضيه وتدخل ممتاز. على اعتبار بان المنتخب الفلسطيني يلعب بطريقه 4-4-2 يجب على حارس المرمى ان يكون يقظ بشكل كبير في المنطقه الخلفيه، على اعتبار بان خط الدفاع
الفلسطيني يلعب على خط واحد، وحارس المرمى يجب أن يكون حذر في الكرات البينية للمنتخب الأردني، وهذا ما شاهدناه في الكرة الماضية، وخروج موفق لمحمد شبير في الكرة الماضية وإبعاد فرصة خطيرة لمصلحة المنتخب الأردني. المحاولة عند اللاعب أنس بن ياسين، وهدف التعادل يأتي له، هدف التعادل يأتي له، واحتكاك في حارس المرمى. حكم اللقاء يعطي الأدفانتج لمصلحة المنتخب الفلسطيني، ولكن هنا إصابة لأحد لاعبين المنتخب الأردني، نتمنى له السلامة. إذا كما ذكرت منتخب فلسطين تأسس في عام 1928. روبرتو بشارة، روبرتو يلعبها في المنتصف، هنا المحاولة الأيمن الهندي، أحد أفضل نجوم شوط المباراة الأول، تعود إلى خالد مهدي، نجم خدمات المغازي السابق، الذاهب للأمعري كإعارة، تعود إلى معن عبيد، لاعب مركز طول كرم، لاعب كبير. المحاولة تصل عند رائد النواطير، عرضية محمود شلباية يسدد بالقدم اليسرى، يسدد في الكرة الماضية محمود شلباية، لاعب كبير جدا محمود شلباية. جنوب افريقيا 2-1 هناك مع المنتخب المصري في ربما رابع بطولة كأس افريقيا، الخامسة كانت عام 2006 والسابعة كانت في عام 2007، مرتين متتاليتين، انجاز فريد من نوعه للسيد حسن شحات. المحاولة تعود خالد مهدي، وهنا هفوة دفاعية وهدف التعادل، لا يضيع من اللاعب محمود شلباية. محمود شلباية فتح بطن القدم كثيرا للاعب محمود شلباية، لذلك الكرة توجهت الى خارج الملعب الى ضربة مرمى. هنا اللاعب روبرتو 11، محاولة المنتخب الأردني تقديم شيء، وهنا المحاولة التي ضاعت من لاعب محمود شلباية. أيسر رائد النواطير، رائد يبحث عن زميل، هنا استلام وتحرك بدون كرة ممتاز، والعرضية الخطيرة محمود شلباية، ولكن حارس المرمى، حارس المرمى وارتقاء ممتاز، حارس مرمى.